اجدول ابوه يا شيخ، لدرجه اخواني اخوياي الموظفين تسلفوا مني قسم بالله. ما ما استهبل شاء عليك، الله. شو اسوي؟ راتبي خلينا نقول مثلا 5000، حلو، بنزين كم بيكفيني خلال شهر كامل؟ حط مثلا 700 ريال، 750، حلو، هذه احطها على جنب، بعد احط 800 لما موتري اشرب، 800 هذه بنزين، مصرفة ثانية، اغراضي الخاصة اللي انا ابيها مثلا مبلغ وقدره شيل على جنب، نت جوالي، نت اللي مثلا واحد من اخواني الصغار انا ادفع نته، حلو، هذه كم؟ 400 ريال، حطيتها على جنب سددت. فطوري ولبسي واغراضي دي احط 1005، 1000 ريال، ترتيب ده 1200 دي هذه ادخار. ماشي. والله العظيم ما استبك، وصلت مرة لشهر كان عقب سنة، سنة ونص من شغلي وسنتين، حلو، معي مبلغ 18000، ما شاء الله يعني تخيل غير راتبي معي 18000، ما شاء الله. حلو، وجبت طاعة. تحسبت اني سويت هذا؟ لو سويت علمت واحد من اخوياي اني عندي ادخار وكذا، وهو يبني، هو ايش؟ يبني، ايه عرفت حق العقار ده، يبني. ايه قال ابو مقبل علومك طيب ولا ابشرك؟ قال يا ولد اسمع، انا انتظر الدفعه بس عندي عمال تليس متليس، ابي لي مبلغ كم؟ كان ابي 15. السلام عليكم. صعب اقول لا وانا معلمه، انا علمته خلاص، طيب حلو. واستحيت اني ارد لان الرجال ما قصر معي حتى قبل، انا بغيت بشيء والله ما يقصر، وانا ادري بردها لي، حلو، اعطيته 15. المهم جيت الدفعه ما اعطاني اياها كامله، اعطاني 6000، حلو، قال الدفعه الجايه وعد اعطيك اياها كامله، قلت ما هي مشكله، واللي عندك مو ضايع ومن الكلام ذا. صرت وشو انا؟ خلاص انا قبل مجمعها اشوف المبلغ اخاف اني يروح، يعني صرت اصرف منها. صرت وشو؟ ما جد ولا شيء، بس اهم شيء بنزين اللي يشيل على جنب، اهم شيء بنزين، اكل، اروح السوق، مطاعم، حومه، باشر من الكلام ده، لين جيت على الصفر. صار اعطاني اياها، اذكر فتره بعد ثانيه اعطاني مبلغ بسيط، حول 4 مدري 5، وراح صادق انت؟ اخ لو تجي حياتي بتشوف فوضى ما شفتها في حياتك دام هذا ترتيبك. لا 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 والله جد جد.